رجل البحر هو واحد تظاهرة كبيرة اللي غيستافد منها رجل البحر بدرجة أولى من خلال المعرض. المعرض اللي كنشوفو الأنشطة ديالو، كنشوفو أن البحرية كيتعرفو على بزاف المسائل اللي كاينين تما، كنشوفو اتفاقية الشراكة اللي توقعات من خلال المعرض اللي مسحنا الناس تقدر تجلب استثمار للمدينة، تستافد من المدينة ونقدرو نقلصو نسبة الشباب العاطل على التزامن مع هذا المهرجان ديال يوم البحر. وكانت فكرة مزيانة لأنه مدينة آسفي كتشتهر بالسردين، ويا هي مدينة على الصعيد العالمي ماشي على الصعيد الوطني. قمنا بعد المعدومة ديال الغداء اللي غادي يستافدوا منها تقريبا من 3000 حتى 4000 ديال الأشخاص، والكمية اللي قدرنا نوفروا لهم وفرنا تقريبا حتى 4000 كيلو إن شاء الله غادي تكون ديال السردين. اتجهت مع المعروف، كما كتعرفوا أن المعروف هو واحد العادة اللي كدار سنويا كيقوموا بها البحارة، خصوصا الناس ديال القطاع الصيد البحري يقوموا بها. يعني بدايه ديال الموسم الصيد البحري اللي كنقولوا شهر 5، يعني بدايه الموسم كيتحيدوا دوك المنازل ويتحيدوا دوك التقلبات ديال الطقس، كيبداو البحريه كيبداو يخرجوا البحر، كيديروا هذه العاده. هي عاده ماشي كنقولوا يعني بحال كنقولوا كيقوموا بواحد الصدقه، كيستافدوا من الناس المحتاجين، كيديروا الذبيحه، كيخرجوا بواحد الذبيحه وكيذبحوا ماشي على قبل كما كاين شي وحدين تيقول لك بانهم على السيد بوزكري، لا يا صداقه لا غير، كدار الناس محتاجين في الميناء وداك الشيء وكيستافدوا من البحاره. هذا السنويه اللي كتسمى بالمعروف اللي هي الذبيحه، وديك الذبيحه كتكون صدقه للناس اللي ما عندهمش، الناس الفقراء اللي في المدينه، كتكون واحد الجو الاحتفاليه ديال البحريه بيناتهم. واليوم كنعيشوا الاجواء ديال لما كيف ما كتشوفوا، فهنايا الشوي ديال السردين اللي غتاكل فيها اكثر من 1500 شخص من مختلف مناطق مدينه اسيوط.